السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وذكر منهم أعطيت جوامع الكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مما فضله الله سبحانه وتعالى أنه أعطاه جوامع الكلم فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات القليلة ذوات المعاني الكثيرة ونرى في أحاديثه صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة ربما شرحها وعلق عليها وذكر منها فوائد أهل العلم بالكتب والمجلدات وذلك مما أعطي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم
والأمثلة على ذلك كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وغيرها كثير. ومن ذلكم الذي أعطيه، أي من تلكم الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، ما أخرجه الترمذي رحمه الله بسند حسن، حسنه الترمذي والألباني وغيره من أهل العلم، أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه بتلكم الوصية العظيمة بقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ذلكم حديث عظيم فيه نصيحة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم. تلكم الوصية العظيمة بدأها صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت. أمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، فهي وصية جامعة عظيمة، وهي ما أوصى الله سبحانه وتعالى به الأولين والآخرين، إذ قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر الله سبحانه وتعالى بتقواه، أمرنا جل وعلا أن نتقيه، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تلكم وصية عظيمة، وذلكم أمر عظيم، الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. Brothers and sisters, the Messenger صلى الله عليه وسلم was given what is called جوامع الكلم, that he speaks little words that have great meanings, that have many meanings and great meanings, that he would صلى الله عليه وسلم speak few words upon which the people of knowledge could write books in explaining and extracting benefits from his statements صلى الله عليه وسلم. And there are many examples of this from the likes of his statement صلى الله عليه وسلم: whomsoever innovates in this matter of ours something that is from not from it, then it is rejected. And from the example of his statement صلى الله عليه وسلم that one should not harm himself or cause harm to others, and many other examples. And from those statements of the Messenger صلى الله عليه وسلم is this great advice that he gave to Mu'adh bin Jabal رضي الله عنه, which is an advice to all of us, in which he صلى الله عليه وسلم said, what means: fear Allah and have piety wherever you are, and have followed the sin with a good deed, it will remove it, and deal with people and treat people with good character and good manners. This is a great advice from the Messenger صلى الله عليه وسلم to everyone. He started it with the advice of fearing Allah subhanahu wa ta'ala and having taqwa, having piety. This is the commandment of the Messenger صلى الله عليه وسلم to his ummah, and this is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala to all the nations, to all the people, as Allah subhanahu wa ta'ala said, what means. And we have ordered those who were given the books before you, and we have ordered you to fear Allah and have piety. This is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise Allah subhanahu wa ta'ala said, what means: and fear Allah, all you who believe, fear Allah as he should be feared, and die not except in the state of Islam. This is the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala to all of mankind, to have piety and fear Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله, الأمر بالتقوى أمر عظيم, الأمر بالتقوى أمر عظيم, ينبني على معرفة التقوى. والتقوى يا عباد الله, التقوى هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وعذابه, أن تجعل وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي, بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم, واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Brothers and sisters, piety is a great order from Allah subhanahu wa ta'ala. And first and foremost,
One should understand the meaning of piety, and it is to put a barrier between yourself and a shield between yourself and the punishment and the anger of Allah subhanahu wa ta'ala by doing that which Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you to do and staying away from everything that Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited upon you. قال طلق بن حبيب رحمه الله وقد سئل عن التقوى قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طلق بن حبيب رحمه الله, when he was asked about the meaning of piety, about the meaning of taqwa, he رحمه الله, he answered with saying what means, that it is to do, it is to act upon obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, or in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, upon light from Allah subhanahu wa ta'ala, upon knowledge in the religion, hoping for the reward of Allah subhanahu wa ta'ala, and to stay away from disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, likewise upon knowledge and upon light from Allah subhanahu wa ta'ala, fearing the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, wattaqwa thimaruha azimah, attaqwa thimaruha azimah. قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا وقد بين سبحانه وتعالى أن ثمار التقوى عظيمة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah subhanahu wa ta'ala informed us that the fruits of piety and the fruits of fearing Allah subhanahu wa ta'ala are great. Allah subhanahu wa ta'ala said what means, and whomsoever has piety and fears Allah, then Allah will make a way for him from any difficulty. And likewise Allah subhanahu wa ta'ala said what means, and if the people of the village were to have piety and fear Allah, then we would open for them doors of blessings from the heavens and the earth. عباد الله الوصية الثانية في هذا الحديث العظيم الذي قرأناه عليكم وسمعتموه, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها, تلكم وصية عظيمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي أن الناس كلهم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء. الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو أعلم منا بنا. قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علم الله سبحانه وتعالى أننا نقارف الذنوب في الليل والنهار, وفتح سبحانه وتعالى لنا باب التوبة, وفتح لنا باب رحمته بأن نتبع السيئة الحسنة. قال سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Brothers and sisters, the second advice is also a great advice after the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم that means and translates to fear Allah and have piety wherever you are. He صلى الله عليه وسلم said what means. He صلى الله عليه وسلم said what means, and follow the sin with a righteous good deed. It will remove it. This is a great advice. Allah subhanahu wa ta'ala created us, and He subhanahu wa ta'ala knows us more than we know ourselves, and He subhanahu wa ta'ala knows that we sin and we err in the day and night. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us from His mercy. Out of His mercy subhanahu wa ta'ala, He opened the doors for repentance for us. He opened the doors for repentance, and He opened the doors for His forgiveness and mercy merely by doing righteous good deeds after sinning, that Allah subhanahu wa ta'ala removes the sins. If we remember Allah subhanahu wa ta'ala and seek His forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala removes the sins out of His mercy. Out of His mercy, as Allah subhanahu wa ta'ala described the believers with saying what means, and those who commit a major sin, or those who commit a sin, a shameful act of sin,
or oppress themselves, they remember Allah and seek forgiveness for their sins. And who forgives the sins other than Allah? And they do not insist upon that which they did, while they know. عباد الله, الله سبحانه وتعالى فتح أبواب رحمته لعباده بأن يفعلوا الحسنات وأن يتبعوا السيئات, أن يتبعوا السيئات بالحسنات فتمحوها وتذهبها, وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. An example of this is what the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, what means that if the person makes good wudu, then the sins will be washed off with the water of his wudu until it comes out of under his nails. وكذلكم قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Likewise, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, what means that Ramadan, the five daily prayers, and Jumu'ah to the next Jumu'ah, and Ramadan to the next Ramadan, are forgiveness for the sins between them if one leaves off the major sins. كذلكم يا عباد الله من الأمثلة على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وعلى رحمته سبحانه وتعالى وأن الحسنة تمحو السيئة ما جاء في الحديث أن في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة معنا فصلى. قال: وحضرت الصلاة معنا فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله, إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. والحديث متفق عليه. Brothers and sisters, an example of this is the same as that a man came to the Messenger sallallahu alaihi wasallam and he informed him that he committed a major sin, and he asked him to punish him with the legislated punishment for the sin. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam asked him, did you just pray with us? And he said yes. And he said, Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven you. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد, عباد الله, فتلكم وصية عظيمة أوصى الله سبحانه وتعالى بها معاذ بن جبل, وأوصى بها وهي وصية لنا جميعا, وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم ذكر الثالثة وهي وصية عظيمة فقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذه الوصية حق الله تبارك وتعالى, بعد أن ذكر حق الله تبارك وتعالى وحق النفس, فبدأ بحق الله سبحانه وتعالى وهي تقواه, ثم ثنى بها بحق النفس وهي أن يتبع الإنسان السيئة الحسنة حتى تمحى عنه الحسنة فينجو بنفسه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حقوق الناس فقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وتلكم يا عباد الله وصية جامعة عظيمة, هي وصية جامعة فيها من جوامع الكلم, فهي وصية لكل زوج أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يخالق زوجه بخلق حسن, ولكل جار أن يخالق جاره بخلق حسن, ولكل زميل في العمل أن يعامل زميله بالخلق الحسن, ولكل تاجر أن يبيع الناس بخلق حسن, ولكل من أراد أن يشتري أن يخالق الناس بخلق حسن. وتلكم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وأن العبد يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم الظمآن في الهواجر. Brothers and sisters, finally, in the advice of the Messenger sallallahu alaihi wasallam to all of the people is the people
is to have to deal with people with good manners, and this is a general advice, and this is in the Jawami of Kalam, the speech of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, which are few words that have great meanings. It is an advice to deal with the people with good manners, whether you are a father or a son or a spouse, or you are an employer or an employee or a merchant, you buy and sell, or so on and so forth. This is an advice of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, to deal with all the people, to deal with all the people with good manners and good character. And this is the advice of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. This is what the Messenger sallallahu alaihi wasallam was ordered with, as he sallallahu alaihi wasallam said, "Wa means verily I was sent to establish and to fulfill the good manners." عباد الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكته فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم تب علينا بتوبتك يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في الشام واليمن وفي كل مكان وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد أقامت الصلاة قد أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراصوا عند العقارب استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. 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 السل